ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه أم أن ركب الموت عنه قد سراه بالروح محمولا على ركابه بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة الليلة مو بكرة لا مثلك عارف الليلة في مثل هذا الوقت تقريبا فاضت روح أمير المؤمنين سلام الله عليه وأدرج الليلة في أثوابه عاش غريبا عاش غريبا بينها وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه لقد أراقوا ليلة القدر دمايا دماؤها انصباب بانصبابه تنزل الروح فوافى روحه صاعدة الروح الأمين تنزل الملائكة يعني تتنزل كل سنة على من؟ على الإمام المعصوم لكن يقول في ليلة القدر شوف شلون السيد حيدر يقول في ليلة القدر تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه فضج والأملاك فيها ضجة منها اقشعر الكون في إهابه قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه يا ليلة القدر الشريفة ليش تبكين شمالك حزينة قالت من فراق أبو حسين بكل عام بس ما أمر قام مصلي الليل أبهانه سكينة يرتل القرآن ترتيل ويبتهل ودموع على وجناته تسيل ويسأل من الله يغفر ذنوب المحبي يا علي من يوقف يصلي يشع وجهه بالأنوار وتتنزل الأملاك بأمر العلي الجبار ويسبحون الله عن يمينه واليسار والفخر كله بالوصي حيدر أبو حسين آه 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 آه
لكن أسف والله على حلو الجهامة يتمن مثل أولاده الصاروا يتامى للحشر ما أنساه ما تمم الصيام بكل عام أمر بذكر مصاب الهدم الدي سيف الإله جد له سيف المرادي سيف الإله جد له سيف المرادي يا رب جل حلمك على جار الأعادي وبالألم جبرائيل لجل ظل ينادي وفارقت روحه ليلة الواحد وعشري عشر الأواخر يا علي يا علي عشر الأواخر حني ونحب تعديد وش حالة أولاده من تجي ليلة العيد بعيد الفرح ما دام حيدر عنهم بعيد وبقلوبهم فقدين نبي وست النساوين.